البارح كما كتعرفوا مع جوج الليل كان كل ايته الناس جالس في الدار خدام بيسي ديالك حتى كنسمع بوم وراني تحابني شي واحد ضرب كيضرب في البيبان وتسمع بوم عاوتاني وقلت اوه هادشي غريب يلا غادي نسطح باش نطلع تسمع بوم عجل هبط كيبان لي السياره هذه كتحرق وصلتني شي ضرب لي شي ثلاثه السيارات نفس الموديل تما تحرقوا في سباته انا وقعت شي ماشي تقريبا ماشي جوج ونص ناس انا تدقات لي الوالده قالت لي راه الطوموبيل عندك اخويا تتحرق جيت انا يا راك عرفتي ما فهمت والو تا هودو الجيران نعمرو في الماء تنطفيو في العافيه وليت قلت انا ربما غير الطوموبيل ديالي شويه واحد تقريبا الساعه حنا تنطفيو في الطوموبيل شويه تعيطنا العساس واحد الار 19 حتى هي وقع لها نفس المشكل مشينا طفيناها شويه ولاو عيطوا لنا على شي طوموبيلات اخرين الطوموبيل تقريبا سميتو 10 طوموبيلات انهم انايا حيت اللي مضرر بزاف هو داك السيد من الكونغو انايا ماشي الناس الاخرين واحد السيد المهم جوج كونغوات وانايا انا اللي مضررين كاع بزاف مسؤولي لاسيرونس عاديه والحق ديالي بالنسبه للبوليس يديروا الخدمه ديالهم حيت هادشي راه ماشي راه كان وقع شي 15 يوم جاو هرسوا الجهاز ديال الطوموبيلات ومنهم انا هرسوا لي واحد الجهاز ديال الطوموبيل خايفين على طوموبيلتنا ومن غير هادشي ولينا حنا دابا ولاو شي مجموعه ديال شي دراري ولاو تيعمرونا ولينا تنخافوا هنا كاع